صحيح صرنا شيء من شكلنا الظاهر، بس نحن في شيء جواتنا أحسن من اللي كاملين بالظاهر. نحن ما عندنا معاقين، نحن ناس عاديين، فينا نساوي كل شيء وفينا نعمل كل شيء. النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الظروف. اسمي دعاء البسطاطي، خريجة كلية الفنون الجميلة. ولدت بدون يدين لكنها لم تستسلم للقدر. دعاء بسطاطي كان حلمها أن تنقل أفكارها ومشاعرها على الورق. هلأ تقريبا صلي برسم أنا وصف سادس، أختي اللي علمتني كيف أرسم، هي اللي كانت تشجعني أني أرسم. بعدين حبيت نمي موهبتي، دخلت مركز أدهم إسماعيل أنا السابع وكملت فيه. أغلب لوحاتي هي بتعكس عن شيء داخلي، يعني خصوصي مشروع التخرج عبرت بكل لوحة عن شيء أنا يعني عشته بحياتي. هلأ هاي اللوحة هي من مشروع التخرج تبعي، مشروع التخرج هي عن حياتي. حبيت أعطي فكرة أنه الواحد ما بيقدر يعيش 5 دقايق هو إيدين مربطة، بس أنا قدرت أعيش 27 سنة بدون إيدين. يعني اللي بيحكي أنه أنت مالك إيدين ويا حرام وهي، أنه روح ربط إيديك 5 دقايق بتقدر تعيش، بعدين تعي أحكي معك. فاستطاعت أن ترسم بأرجلها وتبدع على الزجاج والحرير. تخرجت من كلية الفنون الجميلة وباتت اليوم ضيفة على عدد من المعارض التي شاركت فيها، ومنها مؤخراً تجارب أنثوية. تجارب أنثوية أول معرض بشارك فيه بطريقة جديدة اللي أنا تعلمتها، هي الرسم العكسي على الزجاج. يعني كتير حبيت شارك بالمعرض لورجي للناس الفكرة الجديدة، هي كتير صعبة إنه رسم على الزجاج وعكسي. دعيت إلى للمعرض وحبيت شارك فيه لورجي إنه أنا بعد التخرج ما وقفت، تعلمت شيء جديد بعيد كتير عن تخرجي. هذه الموهبة الفنية المتميزة تلقى دعم وتشجيع من جميع من رأها، ولهذا سألنا الجهات المختصة كيف يتم التعامل مع الحالات الفنية، وهل هناك معايير معينة في الحكم على موهبة الدعاء؟ المعرض مثال على رعاية وتشجيع وزارة الثقافة لهذه المواهب، خاصة الفنان اليومي اللي نحن بصدد الأعمال اللي قدمته، فنانة مميزة تنفرد بوضع صحي معين، حالة إبداعية كتير مميزة وكتير هامة، ويجب تسليط الضوء عليها لإعطاء فكرة. أنا برأيي إنه القيد ما هو قيد إيدين، الإعاقة ليست إعاقة جوارح وأعضاء، الإعاقة الحقيقية في الإرادة في الفكر، القيد هو الكسل والخنوع. هلأ وزارة الثقافة من خلال مهام وعملها نقوم بالإمكانيات المتاحة لمثل هذه المعارض إقامتها، قد يكون هذا ندرسه حاليا إقامة معرض جوال لهذه الفنانة وأمثالها في المحافظات. دعاء تجد نفسها بين الألوان واللوحات، فهي تبتسم دائما رغم أن لوحاتها لها وجوه أخرى تحمل الإصرار الذي في داخلها بصورة واضحة. وكان لنا وقفة مع الرأي المختص حول أعمالها الفنية. إنه هذا العمل عمل جيد وعمل ممتاز، لأني قرأت أنا الإنسان الذي يرسم وبالرغم بالصعوبة، يعني الإنسان يعني الذي يمتلك كل الأدوات لم يصل إلى ما عبرت عنه هي من خلال الأدوات التي استخدمتها، من حيث طريقة الرسم، الأداء الذي قدمته، اللون اللي استخدمته. فالمستوى الفني بالطبع هذا مستوى يعني مدروس. ربما حرمت نعمة الخلق الكامل، ولكنها لم تحرم من يد أخت كانت السند لها منذ الطفولة وحتى الآن. يعني أختي بالنسبة لي هي أجنحتي، يعني بدال إيدي، هي اللي علمتني كل شيء اشتغل برجلي. يعني وعيت على الدنيا وانا بستخدم رجلي، طلعت هي اللي معلمتني هالشي، وهي اللي علمتني الرسم وشجعتني، كانت تروح معي على المدرسة وعلى المعهد وعلى الكلية وين ما كان.
بين خبايا ألوانها الرمادية يخرج شعاع النور، وتستقبلك دعاء بابتسامة أخفت وراءها كل ما يمكن أن يؤلمها، فهي من تحلت بالصبر وعملت كثيراً لتقول للناس: أنا هنا، أنا قادرة ومتمكنة، لا أحتاج أكثر من التقبل وقليل من التقدير. هلأ أنا صحيح خلت بلا إيدين، يعني رجلي هي إيدي، ما في شيء صعوبة، يعني مثل ما باكل برجلي أكيد لح أرسم برجلي، بشتغل كل شيء فيه، يعني ما في أي صعوبة. للإخبارية السورية من دمشق، سلمى عودة.